كنيسة الصليب المقدس في دمشق، مراسم تنصيب بدائع قد ترأس أنس قداس مرمرون في العاصمة السورية. في قتل 120 شخصا في سوريا أمس بنيران كتائب الأسد التي استكملت حملتها العسكرية على بلدات في درعا، ولا سيما الكتيبة وقربة غزالي التي تقصف بالهون. أما في حلب موجز، شكرا للمتابعة. أهلا بكم. تجري في هذه الأثناء في كنيسة الصليب المقدس في دمشق مراسم تنصيب بطريرك أنطاكيا وسائر. قبل الرئيس سعد الحريري مساء أمس في دارته في باريس النائب سامي جميل وعرض معه. أعلن ناشطون سوريون مقتل 5 أشخاص اليوم بنيران كتائب الأسد التي تشن حملة عسكرية. ننتقل فيما يلي لمتابعة المقابلة التي أجرتها الإعلامية وردة الزامن مع السيد النازق رفيق الحريري عبر إذاعة الشرق بمناسبة الذكرى 7 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري التي تحل بعد 4 أيام. أهلا بكم. جرت في كنيسة الصليب المقدس في دمشق مراسم ناشطون سوريون مقتل 12 شخصا اليوم بنيران كتائب الأسد التي جددت قصف أحياء حمص القديمة. زار رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرا ريف مدينة حلب في خطوة تهدف إلى رفع معنويات عناصر الجيش الحر في الداخل السوري. وظهر أغلق عشرات المحتجين المصريين مجمعا رئيسيا للخدمات الحكومية في ميدان التحرير وسط القاهرة أمام الموظفين والمواطنين مهددين بتعطيل حركة قطارات الأنفاق في القاهرة. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة. أعلن ناشطون سوريون مقتل 13 شخصا اليوم بنيران كتائب الأسد التي جددت قصف أحياء حمص القديمة براجمات الصواريخ وقذائف الهون. كما تشن قوات الأسد حملة سوريا الأخضر الإبراهيمي في مقر الجامعة في القاهرة. ووفق مصادر أغلق عشرات المحتجين المصريين مجمعا رئيسيا للخدمات الحكومية في ميدان التحرير وسط القاهرة أمام الموظفين والمواطنين مهددين بتعطيل حركة قطارات الأنفاق في القاهرة. ويشهد رئيس الحكومة العراقي نور المالكي من استغلال التظاهرات السلمية من قبل أشخاص قال إنهم يريدون توجيهها لتحقيق مكاسب خاصة لا تمثل مصلحة الوطن. كما دعا في بيان نهاية